دي ملاح المناخ وتغير بلا مناخ بلا بتاع معاك يا اخي. تنخني خلال 100 سنه ما حلت اي مشكله يا اخي. منع قلبك منخ قلبك مظلم وحار جدا بالمعاصي والآثام. في أمر ما فيه عذر أبدا، وهو أن تكره بقلبك الشر والكفر والفساد. أسمع في أخبار عن جماعة يرفضون الإسلام ويرفضون الإيمان وداري تخلوا عن دين الله تعالى، وداري أنت بتسمع كلام في الوسائط بتشوف تقرأ كلام قلبك ده الله مطلع عليه. والله إن لم يرى الله في قلبك إنكارا لهذا فأنت في شر عظيم. في الأثر أن ربنا أذن بهلاك قرية ربنا أمر بهلاكها، فقال جبريل لربنا يا رب فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، العبد ده مطيع لك. قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه غضبا فيه ولا يوم. انتقدوا القرآن وانتقدوا الحجاب وانتقدوا السنة وقالوا الرسول ده هذا الجراي الذي ينشر هذا في مقاطع ضبح الناس، الرسول ضبح الناس ومعه أصحابه. سمعت الكلام ده انت؟ سمعته؟ ما دارين فصل الدين على الدول، ما دارين دين. سمعته؟ كان أثر عليك شنو جوه قلبك؟ يقول لك طبعا ما راضي. الله بيعلم. الله جل وعلا قال واسمع الآية المباركة من سورة البقرة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الآية دي مخيفة، ما قضية بتاعتنا كده لا، جواك لما يجابوا البنت العريانة في شوارع خرطوم لبسالة ظهر فخذاها، ديل رافضين، ديل الدارين حتى حكم الأب يسقطوه، تتزوج براها ما دارين حتى أبو يأمر وينهى. ديل لما انت لقيت الخبر ده قلبك وفؤادك أنكر ذلك؟ لو قلت أنكر الله بيعلم. واعلموا لما لقيت الحكاية الناس دارين الإباحية والحريات ودارين تقبى بلد مفكوكة الدعارة متاحة، الكلام ده عجبك؟ هل سرك؟ يعني أنت الكلام ده مردي عليك؟ أنت ممكن تكون برا مازق جواك في شنو؟ اسمع ماذا قال الله. إن الذين يحبون، ده جوا قلبك ولا قلته بس جوا قلبك، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون العلماء قال